كنتمناو باش ربي يجمع الشمل ويتلاقاو الخوت من بيناتهم. ما كرهتش شكون كانت عايشه مع خوتها ومهم هادشي راه تيوقع الحمد لله على كل حال. وسبحان الله من شفتها مسكينه يعني معقلي خويا راه عندها نفس القصه ديالي حتى انا حتى مسكينه تزوجات وعندها وليد ولدها قد ولدي فانا وياها نفس القصه. سلام حبابي، سلام حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش كتعاودوا؟ كنتمنى ان الامور ديالكم كلها على خير وبخير. توحشتكم بزاف بزاف. اليوم ان شاء الله غيكون فلوق جديد، ولكن غادي يكون فلوق غير على الفلوقات ديالي. فهاد هذا الفلوق غيكون فلوق انساني. سبحان الله والنعم بالله، ان كنتو كتسولوني بزاف، كتقولوا لي واش عندك شحال بكم نتوما، شحال ديال الخوت. ديما كنقول لكم انا والاخ ديالي والاخت ديالي، فكنتو كتصدموا طبعا يعني علاش ما كتبينش اختها، فين هي اختها، شنو كدير اختها، العلاقه ديالها هي واختها. فايه بصح عندي انا اخت ديالي، والله يهدي شي وحدين كنت في اللايف كنت تنعقل تيقولوا لي اصبروا اصبروا واحد نقرب الكاميرا ديال الكاميرا ليا، المهم سمحوا لي قربت الكاميرا. فبزاف ديال واحد الناس كديرها لايف وبزاف ديال الناس بقاو عليا بحال زعما كما راكم نتوما عايشين معايا. الله يهديهم، رختها في الحبس مسكينه، الله يفرج عليها، مكتبوش بالموضوع ديالها. شي وحدين عاوتاني شي تعليقات، اختها مريضه في طبيب الحماق، المهم كاين حاجه. المهم بصح عندي اخت ديالي، ولكن السبب كان قوي يعني علاش ما كنهضرش عليها، لانني انا براسي ما عارفاش فين كانت. فكيفاش غادي نجبد اختي وانا ما عارفاش فين كانت؟ يعني سنوات، تخيلوا سنوات معايا، يعني اكثر من 30 سنه، اييه اكثر من 30 سنه ما عرفتش فين كاينه. فهذه الاخت ديالي من الاب ديالي، هي اختي من بابا، اختي من دمي ولحمي، اختي الكبيره. فجيت اليوم نهضر لكم عليها، لان سبحان الله البارح اول مره غادي نهضر معها بعد فراق اكثر من 30 سنه. ياك ماما اكثر من 30 سنه تقريبا، اكثر من 30 سنه، اكثر من 30 سنه مسكينه. فهضرت معها تخيلوا، وكنقلب عليها خويا بزاف في الفيسبوك وداكشي، حتى انا كنت ديما كنقلب على السميه ديالها في الفيسبوك في انستغرام. عادي كنهضر معكم عيوني تاثرت والله، لا حول ولا قوه الا بالله. المهم كان فراق ديال اكثر من 30 سنه، حيت الوالد حتى هو كان كيقلب عليها بزاف ولقاها ولا هي لقاتو، المهم لقاو بعضهم فهمتوني. ف والبارح قال لي خويا راه هضرت مع اختك مسكينه، هاد سميتها ايمان والله الا سبحان الله. المهم خلي راه هضرت معاها مسكينه وفرحات من شافت خويا، هضر معاها في الماسنجر وعطاني الرقم ديالها التليفون. فما صونيت عليها ما كانش فيه الواتساب، صافي وقلت من بعد قلت له صافي حتى تعطيني رقم الواتساب ديالها. المهم داز بالليل هو يجيني واحد الميساج مسكينه كتبت ليا انوريكم، لقيت باش عرفت حيت رقم الخاص ديالي. فلقيتها مسكينه كاتبه ليا، شوف اول ميساج اشوف شنو وصل لكم، كتبع لي انا اختي الغاليه. فلقيتها كاتبه مسكينه تبانو الاف قبولاتي لاختي الغاليه سبحان الله. صافي وانا نعرفها. المهم هضرت معاها مع الوليدات الصغار، تخيلوا اول مره غادي نشوفها وغادي نشوف ولدها، بقات فيا بزاف. انا عارفك غتشوفي هذا الفلوق لحكم ان خويا قال لها راه في اليوتيوب. وسبحان الله من شفتها مسكينه يعني معقلي خويا راه عندها نفس القصه ديالي حتى انا، حتى هي مسكينه تزوجات وعندها وليد. وسبحان الله من شفتها مسكينه يعني معقلي خويا راه عندها نفس القصه ديالي حتى انا، حتى هي مسكينه تزوجات وعندها وليد، ولدها قد ولدي فانا وياها نفس القصه، ولدها قد ولدي فانا وياها نفس القصه. فما باش ندخل في حياه الشخصيه ديالها من بعد ان شاء الله اذا طلعت هي معايا لايف وتشوفوها وتعرفوا عليها، ديك الساعه تعاود على القصه ديالها. مي انا وياها عند نفس القصه ديالي، فبقات فيا بزاف. وشفت وليدها مسكين قد ولدي بالضبط، سلم عليا تاتي تاتا. المهم هي دابا عايشه في فرنسا وتزوجت في فرنسا وولدت في فرنسا. وشنو بغيت نقول لكم؟ سبحان الله، تقولوا لي علاش وكيفاش الطلاق، سبب الطلاق هو اللي كيخلي
اللي كيخلي هاد الحياه دايره هكا، كيخليو الوليدات ضايعين هكا ماما تقريبا. اه المهم هذا المنبر كنسلم عليها بزاف، لان مازال ما هضرتش معاها اصلا غزال عاد باش كنهضر معكم عيني. قالت لي مسكينه دوزي ليا الوالده، قلت لها ماما راه ناعسه لان هي حتى هي غير ضحيه، عارفين الاب والزوج ملي كيطلقوا راه كيمشيو يديروا حياتهم جديده، ولكن الاطفال هما اللي كيكونوا ضحيه. راكم عارفين المجتمع المغربي هادشي راه كاين بزاف الحمد لله على كل حال. ومسكينه كانت جات شحال هذه تقريبا شي 30 عام كانت جات عندنا في الدار، جابها باها شي جوج مرات. انا مازال تنعقل ماما كنا تصورنا في الصالون، مازال تنعقل البنات. تخيلوا اقسم بالله اكثر من 30 سنه دابا على هذا الشيء، بس تنعقل حيت ديك التصويره كانت عند بابك ديما كنشوفها، كانت زوينه هي ماما جميله الجميلات وكتشبه العائله ديال باها سبحان الله. المهم كنتمناو باش ربي يجمع الشمل ويتلاقاو الخوت من بيناتهم. ما كرهتش شكون كتعيش مع خوتها، المهم هادشي راه تيوقع الحمد لله على كل حال. تاع ايمان خاصك تعرفي سميتها ايمان، الله يجمع الشمل بينها وبين خوتها هادشي اللي طلبنا عند الله سبحانه وتعالى. امنيتي دابا تصير بحقيقه بصح بزاف. ما ساهلش هادشي الصراحه، والله ما ساهل الانسان خصو يكون مجرب هو اللي غيحس. هادشي علاش انايا ماما تنحارب على ود ولدي، ف داكشي علاش غير زعما باش تقطع صله الرحم مع ولدي على ود باش ما يكونش هاد النفور وفا بزاف ديال الفجوه. هادشي علاش انا كنتقاتل على ولدي باش نتجمع معاه باش يتجمع مع خوتو. شوفوا دابا السيده شحال عندها تبارك الله، يعني فوق الثلاثينات ما شاء الله، يعني مسكينه هي قالت لي قلبت عليكم بزاف قلبت عليكم بزاف. شي من حليت الكاميرا تخيلوا داك لو شوك، يعني كنت عندي شي كاميرا كتصور ديك اللقطه، حيت انا من لقيتها مصيفطه ليا ميساج قلت نجرب الواتساب عشان يصيح بلاص مسكينه. بقات ساعتي تاثرات وبقات تبكي وبقات كتشوف فيا عتيني ما قدرتش تهضر. وانا يعني كتشوفوا شخص راه اختك هذيك راه من لحمك ومن باك، يعني شفتها في الكاميرا بقات انا ما قدرتش نهضر وهي ما قدرتش تهضر وما عرفتش مسكينه عتي. المهم اخيرا ربي يجمع شمالكم هذا هو المهم. بصح فرق طويل فرق سنوات. وقالت لي مسكينه دوزي ليا خالتي نهضر معاها، وقالت لي انا عاتي قالت لي من عطاني خوك القناه اليوتيوب قالت لي عاصره على الفيديوهات ديالك كاملين، وشافت داك الفيديو ديال اللي كنهضر عليه على طريقي حيت مسكينه طبعا عايشه هذا الشيء تاثرت بزاف. قالت لي داك الفيديو اثر فيا لواحد الدرجه بزاف، اش غادي نديرو هادشي اللي عطى الله وحكم الله سبحانه وتعالى. حكم الله والنعم بالله سبحانه وتعالى الحمد لله على كل حال. انا داكشي علاش كنتقاتل على ولدي باش يشوف خوتو وتكون صله الرحيم، راه اختك هذا ولا راه خوك، راه ما غيمكنش تجي تفارقي على خوك ولا اختك، راه خوك هذاك راه اختك. شغنقول تا انا نتمنى انك اختي ايمان تشوفي هذا الفيديو طبعا غتشوفيه ان شاء الله، وكنوعدك اول ما تفتح لي الفرصه نشوف وليدي نهبط عند ولدي اول حاجه، وغادي ندوز عندك فرنسا نشوفك. والله الا مسكين امين يا رب العالمين. وبو زايد فرح، يعني خاصه كنشوف انا العلاقه ديال بو زايد مع خوتو من مو خوتو من با، يعني داك الشيء عرفتو يعني انتغري راه كيشتي انت كيفاش واحد التلاحم كبير بينهم وبين الخوت ديالو من با ولا من مو. ماما راه شافت داك الشيء كامل بزاف، انتي ما عطي واحد الحب سبحان الله مع الزوج ديالي حنون. وكنقول لك اختي من هذا المنبر انا فرحت بزاف، وكان البارح ما هضرناش بزاف حيت كانوا عندي الويدات كيبكي وداكشي، واليوم عطي ما نعستش مزيان اليوم فقت وعيطت لك، يمكن حيت كاين اتصال كاين فرق ما بين الساعات بيني وبينك، وان شاء الله مازال نهضر انا وياك. واخا ما نقولكش انني غادي نعوضوا بعدنا هاد السنوات، ولكن غادي نحاول اننا يعني باقي الخير مازال ان شاء الله نجي عندك ومازال الله تجي عندي. حسيت بها انها شويه عيانه، انها شويه مريضه شويه في صحتها، فنحاول حتى انا اختي راه داس عليا شنقول لك، حتى انا شنقول لك حنا انا تنصبر، فكل ما كتصبري ربي كيكون ان الله مع الصابرين. شوفي دابا شنو كيقول فراق بعد اكثر من 30 سنه، ومازال اختي نعوضك اللي غنقدر عليه انني غادي نعوضك، وانتي تنتي تعوضيني والله يجمع بيناتنا في الخير ويخليك وليداتك. انا كنقدش على هادشي كنتاثر، ويجمعني في وليدي محمد راه توحشتك بزاف
وماما حتى هي توحشاتك بزاف، وراه ماما اللي كبراتك واللي رباتك وسهرات عليك الليالي، وفي ما كتفكرك نتفكر ملي ما كتفكرك كنبكي صراحه حياتي كيأثر عليا بزاف. محمد هو الله يجمع شمل العائله كامله يا ربي تجمعها. ماما حتى هي مسكينه قلبها طايب من جهه محمد بزاف بزاف هي. واش نقول لكم، فقلت ضروري مادام انا هضرت مع اختي فضروري غادي نشارككم. ان شاء الله الفيديو الجاي يطلع وتشوفوها، ان شاء الله تشوفوها نكون دايره انا وياها لايف وتشوفوا هادشي طبعا بالرضا ديالها اذا بغات برضاها. وهادشي اللي كاين، فباش ما تبقاوش تهضروا بزاف حيت كتبقاو تقولوا لي التعليقات ماشي يسبق الاحداث، بعد ما عمره ما يسبق الاحداث. يعني كيعرف والو كيتنسى كلشي. اه واختك فدغيا مسكينه اللي كيشراق اللي كيغرب. ومن هذا المنبر اختي جو تيم بوكو وتوحشتك بزاف وديما كنتي في بالي، والله العظيم اخوتي وخواتاتي ديما كنت كنفكر عليها وديما كنت كنقلب عليها في السوشيال ميديا، وكل حاجه بوقتها سبحان الله. هادشي اللي كاين تهلاي في راسك وكنتسنى ان شاء الله. دابا تخيلوا اول ما حليت عيني عيطت ليها وما جاوبتنيش، ودابا من بعد ها ديك راجله في فرنسا غيكون الوقت و... 8 السوايع تقريبا من هنا لفرنسا وكندا 9 السوايع ما تكونش لا شي 5 يمكن. المهم انا غادي نقطع من الفلوق وغادي نحاول نعيط ليها ان شاء الله، ونهضروا من بعد وتشوفوا اختي من لحمي ومن دمي. اختي جميله الجميلات كما قالتها ماما تبارك الله. الحمد لله على كل شيء، كنحماق عليكم كنموت عليكم، كنتمنى انني شاركتكم داكشي اللي في قلبي وما كنخبي عليكم حتى شي حاجه. وهذا الشيء اللي كاين مهم، ما تنساوش انكم تشتركوا عندي في القناه اللي مازال ما اشتركش، وديروا لايك لا فيديو وتقولوا شي تعليق زوين في كلمه اختي وفي كلمه في حقي انا وفي حق الام ديالي. وما تنساوش تشاركوا حتى في الانستغرام اليوميه ديالي كامل تماك، وان شاء الله ان شاء الله الى قبلات اختي نبقى نديروا انا وياها اللايفات وتعرفوا علينا اكثر. وبسلام عليكم كنموت عليكم حياه محيه.